هو يعني ايه السبايك البلدي؟ وايه سر انتشارها الفتره دي في سوق الصاغه؟ ويا ترى اللي شعبه الذهب حذرت منها؟ وهل لو اشتريت السبيكه دي هتخسر فلوسك؟ وتعمل ايه علشان تفرق بينها وبين السبايك المتعارف عليها؟ الحلقه دي مهمه لكل عشاق المعدن الاصفر، وده علشان تتجنبوا غش التجار وتعرفوا تشتروا السبايك بالمواصفات المظبوطه واللي تضمن لكم استثمار امن ما فيهوش اي خساره. انا ايل وليلي، كمل معايا الفيديو الاخر عشان تعرف كل التفاصيل. رابط الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية وجهت تحذير عاجل جدا للمواطنين، وده من انهم يشتروا السبايك البلدي واللي منتشرة دلوقتي في اسواق الذهب. ومش بس كده، دي كمان اكدت انه منتشر بها اكتر على مواقع التواصل الاجتماعي. وهنا بقى نسأل أهم سؤال في حلقتنا النهاردة، هو يعني إيه مصطلح السبايك البلدي؟ هقولك، دي سبايك انتشرت في أسواق الذهب الفترة الأخيرة، ودي سبايك غير المتعارف عليها زمان، لأنها بتكون مش مدموغة ومش مطابقة للمواصفات المتعارف عليها. وعلشان كده شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية حذرت المواطنين منها، وخصوصاً إنه بيتم شرائها أكتر على مواقع التواصل الاجتماعي، وده بيضيع حقك كمواطن. والشعبة كمان أكدت إنه بيع السبايك البلدي يعتبر مش قانوني، كمان قالت انها مش بتكون محددة العيار، يعني انت بتشتري سبيكة الذهب مش متأكد من العيار بتاعها، وكمان مش عليها دمغة. ده غير كمان ان وزنها مش بيكون دقيق، والارقام اللي بتكون مكتوبة عليها مش بتكون موثقة رسميا، وده بيخليها غير صالحة للاستخدام. وطبعا ده مختلف تماما عن السبيكة العادية المتعارف عليها، واللي بتكون محددة بعيار معين ووزن معين ومختومة ومدموغة. نصحت شعبة الذهب المواطنين انهم يبعدوا تماما عن السبايك البلد دي او اي سبيكه تكون مش مضمونه او قانونيه وما تكونش مطابقه للمعايير والمواصفات المتعارف عليها. طيب ازاي ممكن نتجنب الغش التجاري في السبايك الذهبيه؟ بص يا سيدي، شعبه الذهب اكدت ان في شركات كتير معروفه في سوق الصاغه عندها القدره على انتاج السبايك الذهبيه دي واللي بتكون مطابقه للمواصفات وبتخضع للمراقبه. قالت كمان ان المواصفات الصحيحه في السبايك الذهبيه انها بتكون عليها دمغه اصليه من مصلحه الدمغه. مش بس كده، دي كمان بيكون عليها ختم المصنع المنتج ليها وبتكون متغلفة كويس. علشان كده خلي بالك، لو قررت تشتري سبيكة لازم تاخد من المحل فاتورة موثقة وتتأكد من الختم اللي عليها، وما تشتريش اي ذهب مش عليه الاختام والدمغة بتاعته. ولو بتسأل عن اسعار سبايك الذهب بعد انتهاء موسم اجازة عيد الفطر، فللأسف الاسعار ولعت نار، وده بعد ما سجل عيار 24 حوالي 3086 جنيه. وعندك بقى سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام فسجلت 7258 جنيه، اما سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرام فسجلت 14570 جنيه، والسبيكة وزن 10 جرام سجلت 29140 جنيه، اما سبيكة الذهب وزن 20 جرام فسجلت 58280 جنيه. كمان سعر اونصة الذهب وزن 31.1 جرام وصلت ل 90625 جنيه، وسعر سبيكة الذهب وزن 50 جرام سجلت 145700 جنيه، واخيرا سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام فسجلت 291400 جنيه. دلوقتي بقى قولولي، هل بتفضلوا تشتروا الذهب من سوق الصاغة ولا ممكن تخاطروا وتشتروا من على مواقع التواصل الاجتماعي؟ ويا ترى سمعتوا عن السبايك البلدي قبل كده ولا لا؟ شاركوني برأيكم في التعليقات.